صباح الخير يا هشام. خليني اقول لك، لو المشهد ده احنا بنشوفه دلوقتي يعني في الوقت ده الساعه 9 تقريبا، وخلاص المفروض ان هيبدا فتح اللجان في محافظه بورسعيد. انا بكلمك من امام مدرسه الثانويه بنات بنطاق حي العرب. خليني اقول لك ان دلوقتي يعني المشهد اللي انت شفته او بتتكلم عنه للسيدات المصطفين لطابور الناخبات، ده مشهد بدا من الساعه 8 صباحا، وبالاخص كمان السيدات اللي انت اشرت اليهم، سواء كان من السيدات اللي كان معاها عكاز او اكثر من سيده موجودين كانوا في نطاق او في حرم اللجنه الانتخابيه. خلينا نقول كمان ان نتكلم عن العدد التصويتي او عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات محافظه بورسعيد من خلال انتخابات الرئاسيه، بنقترب من 500,000 مواطن في محافظه بورسعيد يحق لهم التصويت في لجنه للوافدين في منطقه المناصره، فيها 1700 وافد. بنتكلم على 8 لجان عامه، بنتكلم على 111 مقر انتخابي. طبعا في اكثر من استعداد خاص بمحافظه بورسعيد، وكمان اكثر من تصريح للسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. كمان يعني السيد اللواء عادل الغضبان يعني وفر او قام من خلال محافظه بورسعيد بتوفير 42 سياره، منهم يعني مختلفه ما بين ميكروباص او سياره دوبل كابينه لنقل الساده المراقبين والساده القضاه لاكثر من لجنه انتخابيه. وايضا كمان في تأمين هنا بدأ يا هشام من يوم الجمعة، يعني بدأ تأمين المقار الانتخابية وحرم المقار الانتخابية من يوم الجمعة. تم وضع من الإشارات والعلامات المرورية ووضع من الحواجز المرورية، بعدم ان ما فيش اي عربية تبقى موجودة في نطاق الحرم الانتخابي. كمان كان في اكثر من فعالية لحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية. كان في اكثر كمان من يعني سيارات الخاصة بالاحياء من خلال العلاقات العامة والاعلام الموجودة بالاحياء، توعية الناس اهمية المشاركة الانتخابية في محافظة بورسعيد. في غرفة عمليات بيقودها سيد اللواء عادل الغضبان المحافظ بورسعيد، بيقود هذه الغرفة من منذ الصباح، ويمكن من أكثر من يعني من ساعة، من الساعة 8 وهو بيتابع من خلال غرف أيضا فرعية موجودة في كل الأحياء. المشهد اللي احنا خلينا زميلنا ممكن يجيب لنا المشهد اللي انت اشرت اليه يا هشام، هو هيكون المشهد الابرز من خلال كمان اللجان السيدات. يعني خلينا نشوف الطابور اللي موجود ده، هيكون ده طابور مميز جدا في محافظه بورسعيد. محافظه بورسعيد من المحافظات اللي كان عندها يعني كثافة في، سواء كان في التصويت على الدستور، سواء كان في الانتخابات الرئاسية الماضية، سواء أيضا كمان من خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية الماضية. في أكثر من انتخابات كان الحضور في محافظة بورسعيد من مواطني بورسعيد اللي يحق لهم التصويت كان حضور مميز للغاية.